متتبعي على قناة ديسكو أمين تي في، أهلا ومرحبا بمشاهدي عبر القناة. إخواني أخواتي، كما وعدتكم من جديد لأكون عند حسن الظن، أرجو منكم مساندتي والتشجيع للقناة، أن تكثفوا المشاركة في القناة والضغط على الجرس مع لايك أي جيم، ليكون العدد أكثر لمواجهة بعض الحاقدين المطاردين للقناة من طرف إدارة اليوتيوب التي وجهت لي إنذار. فباشتراكاتكم المكثفة لايك جيم تكون القناة محمية من الحاقدين. لقائي معكم في فقرة مع الرواد الفن الأصيل، من الرواد الذين سجلهم التاريخ لمداد الفخر وما قدموه من إبداعاتهم الفنية التراثية الخالدة بكلمات شعرية حساسة تحكي عن الواقع ومدح الصالحين وحب العشاق. إنها حبيبة الجماهير وصاحبة الصوت السجين والحنجرة الذهبية التي تألق بفنها عدد من الفنانين كالفنان حجيب في العيطة المرساوية، والتي صفقت لها الجماهير بحرارة في سهراتها داخل وخارج البلاد. إنها المرحومة فاطمة بنت الحسين. وبعد استقرارها بأسف وارتباطها بشيوخ العيطة المسفيوية كعيطة الحسبة وتعلقها بالنغمة الحريزية رفقة المرحوم الشيخ الموكي، لنتابع بعد الفاصل. Thank you.
شارع الرباط خيو. Yeah.
I'm sorry.
Thank you.